السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية إنزال الوزن بالصورة الصحيحة، وأيضا استخدام التمارين بالصورة الصحيحة، والشخص اللي بينزل بوزنه ما هي الفرق بين الأوزان العالية والتكرارات العالية. طبعا الكل عارف أثناء الذهاب إلى النادي في بعض الأشخاص يقول لك تلعب تكرارات عالية أو تلعب في أوزان عالية. طبعا هذه تختلف من شخص إلى آخر. أول شيء، هدف هذا الشخص ما هو هدفه؟ هل نزول في الوزن أو زيادة كمية العضل؟ هل الشخص نسبة الدهون عالية في جسمه أو نسبة الدهون قليلة في جسمه؟ فهذا راح تختلف من شخص إلى آخر. أنت شوف جسمك شنو يحتاج، لا تحاول أنك تلعب نفس الجداول اللي يلعبونها الأشخاص الآخرين. ممكن في بعض المدربين في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يضيفوا لك تمارين، ولكن هذه التمارين في جسمهم هم كمدربين، وكمية الدهون وكمية العضل ووزنهم راح تساعدهم هم، ولكن أنت كشخص تحتاج مثلا تمارين خاصة فيك أنت. فبالتالي أول شيء طبعا إذا كانت نسبة الدهون قليلة عندك، إذا كنت شخص نحيف تحتاج أنك تزيد في الوزن، تكرارات قليلة مثلا 3 جولات في 10 تكرارات، ونسبة التناول الكربوهيدرات تكون عالية، على أساس أول شيء تزيد نسبة العضل في جسمك. حتى لو تزيد نسبة الدهون بصورة بسيطة ما راح تأثر عليك، زيد نسبة الدهون ما في أي مشكلة. طبعا أنا أتكلم عن شخص يكون نحيف، شخص ضعيف جدا، فزيد في نسبة الدهون، في زيد في نسبة العضل على اساس الجسم يعطيك مظهر متناسق، وكذلك قوة اثناء التمرين. وايضا هذه الدهون ترى اللي تكون موجودة في جسمك اثناء تمرينك، اذا كان تمرينك شاد وقاعد تشد على نفسك في التمرين راح يحولها الى طاقة، لان الدهون ايضا تعطي الشخص طاقة اثناء التمرين. فبالتالي التكرارات القليلة حق الشخص النحيف، الشخص اللي بيزيد بوزنه يحاول يشيل أوزان طبعا عالية، ولكن ما هي أوزان عالية جدا، لا أوزان للمقدرة أنه يشيل هذه الأوزان. أما بالنسبة حق الشخص اللي يكون وزنه عالي، نسبة الدهون عالية في جسمه، نسبة الدهون تكون متراكمة في جسمه، على سبيل المثال في الذراع في عضلة التراي يحتاج يلعب تكرارات عالية على أساس يحرق الدهون الموجودة على العضلة أو الدهون الموجودة في هذه المنطقة ويتخلص منها. وأيضا إذا كان الشخص مثلا عنده دهون في المنطقة السفلية من جسمه يحتاج أنه يمارس رياضة الكارديو، يحتاج أنه يلعب تمارين الأرجل في تكرارات عالية وأوزان قليلة على أساس يوصل حق الفشل العضلي ويوصل حق الألياف العميقة الموجودة في العضلة، مما تساعده بشكل كبير على حرق الدهون المتراكمة في هذه المنطقة. بمعنى وخلاصة الكلام، الأوزان العالية مع أوزان مع تكرارات قليلة حق الشخص اللي بيزيد في كمية العضل في جسمه، التكرارات العالية وزيادة قوة التمرين في التكرارات العالية حق الشخص اللي تكون عنده دهون متراكمة في جسمه وحاب ينزل ويخسر الدهون الموجودة عنده. وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين اللي هي تمارين حق عضله الارجل، وراح اشرح لكم التكنيك او طريقه التمرين بالشكل الصحيح. اول شيء راح يكون عندنا تمرين السكوات اللي هو التمرين اللي يستهدف عضلات الارجل. طريقه التمرين راح تكون بهذا الشكل وبهذه الطريقه. لاحظ من بعض الامور الخاطئه اللي ممكن تواجه الاشخاص اللي يمارسون هذا التمرين. اول شيء اثناء النزول راح ينزل بهذه الطريقه، لاحظ الجسم الى الامام، وايضا الصعود بهذه الطريقه. لاحظ طريقه الركبه اذا تحركت معك اثناء النزول او الصعود هذه راح تسبب لك اصابه، فبالتالي لاحظ هذه الطريقه خاطئه راح تسبب مشكله في أربطة الركبة. الطريقة الصحيحة أفرد الصدر إلى الأمام، النزول كأنك تبي تقعد يعني بهذه الطريقة تصعد بهذا الشكل. لاحظ كأن الجسم أو كأني أبي أجلس بهذه الطريقة أصعد بهذه الطريقة. لاحظ الركبة ثابتة معي ما قاعد تتحرك أثناء النزول والصعود. هذا بالنسبة حق التمرين الأول. عدد الجولات راح يكون 3 جولات في 10 تكرارات. التمرين الثاني اللي هو تمرين اللانجز، هذا التمرين تمرين قوي، ولكن الأشخاص اللي يعانون من مشكلة في الركبة يفضل أنه ما يلعبونه أو في أربطة الركبة. الأشخاص اللي يكون وزنهم عالي راح أبين لكم كيفية ممارسة هذا التمرين على أساس أنه يلعبونه، والأشخاص اللي وزنهم عادي أو لياقتهم عالية يقدر يلعبه في الطريقة اللي راح أبين لكم إياها في هذا التمرين. لاحظ هذا التمرين 1 2 3، انتقل حق الرجل الأخرى، 1 2 3. أما بالنسبة حق الأشخاص اللي وزنهم عالي أو لياقتهم قليلة، ما تأخذ خطوة نفس ما أنا أخذتها خطوة طويلة، لا، فقط هذه الخطوة اللي أخذها 1، لاحظ 2 3، وكل ما تعودت على التمرين مثلا زيد من الخطوة، لا تنزل أكثر، فقط بهذا الشكل. يعني مساء أنا نزلت بهذه الطريقة، لاحظ الحين قاعد انزل فقط نص عده، اصعد 1 1 2 3. عدد التكرارات لكل جهه 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح استهدف العضلات الداخليه للرجل او للفخذ، راح اوسع الرجل بهذه الطريقة والنزول بهذا الشكل. لاحظ من هذه الزاوية أيضا طريقة النزول بهذا الشكل نفس ما شرحت في التمرين الأول، الجلوس إلى الخلف والنزول بهذه الطريقة. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. وهذه كانت تماريننا في هذه الحلقة، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.